نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار النسخة الثالثة من الملتقى الوطني للتراث غير المادي في مسرح البحرين الوطني بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، حيث ناقش الملتقى أربعة عناصر من التراث غير المادي لمملكة البحرين، وهي النخلة، صناعة الفخار، صياغة الذهب واللؤلؤ. في نسخته الثالثة انطلق الملتقى الوطني للتراث غير المادي ليبحث أربعة عناصر تراثية بحرينية غير مادية سوف تكشف عن رؤية هيئة الثقافة لإثراء وتعزيز جهود البحث العلمي على المستوى الوطني والإقليمي في هذا المجال. سعيدين بانطلاق النسخة الثالثة للملتقى التراث غير المادي، هذا الملتقى الذي يركز على أهمية حضور عناصر التراث غير المادي لكل شعب ولكل منظومة. هناك ممارسات جميلة موجودة معنا في البحرين لابد تركيز معها، ولابد تركيز على الحوار مع المعنيين والمختصين وأيضا الممارسين لهذه المهن لهذه الحرف. في هذا الملتقى نركز على أربع عناصر للتراث غير المادي في مملكة البحرين، وطبعا قائمة هذا التراث تمتد إلى عناصر كثيرة. من استراتيجيتنا في هيئة الثقافة أن نسلط الضوء على بعض من هذه العناصر والحديث عنها بشكل كبير. طبعا العناصر التي سنتكلم عنها هذا الصباح هي الفخار والذهب واللؤلؤ والنخلة. هذه العناصر ستكون ضمن حديث مطول هذا اليوم. نتأمل أن يخرج هذا الملتقى بمرئيات فعلية تركز على أهمية الحفاظ على موروثنا وعلى هذه المضامين المهمة التي تشكل هويتنا كبحرينيين. رفع الوعي المجتمعي حول أهمية عناصر التراث الثقافي غير المادي وماهية وضعها الحالي هدف أساسي تسعى من خلاله الهيئة إلى التعريف عن كافة الخطوات التي من شأنها حصر وحفظ وصون عناصر التراث الثقافي غير المادي. ملتقى اليوم سلط الضوء على أربعة عناصر أساسية والتي من أهمها النخلة وصناعة الفخار واللؤلؤ وصياغة الذهب. طبعا احنا بالنسبة لنا عنصر النخلة الذي تم إدراجه ضمن التراث المادي الغير مادي بمنظمة اليونسكو 2019 لأهمية ومكانة النخلة وارتباطها بالمواطن البحريني. احنا اليوم نحتفي بعنصر الفخار وصناعة الفخار، كما تعلمين هي أقدم صناعة إنسانية في تاريخ البشرية، يرجع تاريخها في مملكة البحرين لما يزيد عن 4000 سنة لفترة دلمن. اليوم ركزنا وسلطنا الضوء على عنصر الفخار لأهميته وارتباطه بهوية مملكة البحرين. مبادرة إعطاء الباحثين والمختصين الفرصة للمشاركة في جهود صون التراث الثقافي غير المادي وفقاً للآليات الدولية هي خطوة سوف تعزز من جهود الهيئة إضافة إلى الترويج لمشاريعها إقليمياً. جمع من المتخصصين في التراث الغير مادي يبحثون في أربع جلسات مجموعة من العناصر التراثية البحرينية الغير مادية للتعرف على تفاصيلها الدقيقة تمهيداً لإدراجها على القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.